السلام عليكم اخواتي في الله، نتمنى من الله كل شيء تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت بعد المشتريات وهما هواتف تليفونات اللي دايرين واحد الضجه كبيره هاد السنه، هو الريدمي نوت 8 بحجم كبير. نبداو على بركه الله، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نبداو بهاد الكولور، هو ازرق لامع زوين بزاف. هادي فيها بحال الزاجة، بحال الزاج الكريستال، فيها ربعة ديال الكاميرات صور الاخر الحجم الكبير. يعني بغيت ننصحكم بيهم، يعني زينين بزاف، كاين الكولور الازرق وكاين الكولور الاسود والكحل، هو زوين بزاف. عجبوني صراحة. وكاين هذا اللي غادي نفتحو معاكم، عجبني الزرق. كنت بغيت ابيض وما لقيتش، كاين غير الكولور الكحل والزرق. كما تشوفوا اخواتي، يعني فيه 64 جيجا، وفي التصوير رائع، التصوير كل شيء، يعني واحد يشري ما يمديش عليه. اشتركوا في القناة تاع صابرين، نتمنى ان شاء الله يكون في تدريب على حلولكم. مع السلامة عليكم ونهاركم مبروك، حتى الفيديو الاخر ان شاء الله.
Gracias.